والبعيد، كما أن الجيش الوطني الشعبي الذي بلغ مستوى عاليا من النضج والتمرس المهني والاحترافية يواصل بكل ثقة وعزم وثبات جهوده المضنية على مسار عصرنة وتحديث قدرات قوام المعركة لديه، قصد تمكين مختلف تشكيلاته ووحداته من الإلمام بالمقتضيات العملياتية والقتالية للمعركة الحديثة، ومن ثم اكتساب عوامل القوة التي تمكننا من مواجهة أي تهديد مهما كان نوعه وطبيعته ومصدره.